السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج كلمة فاصلة. زي ما عودناكم على الجديد دايما في كل حلقة بنقدمها، النهاردة معانا موهبة، بس موهبة مختلفة. ربنا وهبهم بحب الخير للغير، قلبهم مليان بحب بلدهم، عندهم طاقة إيجابية وحماس رهيب نحو التغيير للأفضل. موضوع حلقتنا النهاردة عن دور السوشيال ميديا وتأثيرها على الشباب من موضوع العمل الجماعي أو التطوعي. معانا النهاردة في حلقتنا ضيوفنا اللي مشرفينا أستاذ إيهاب مصباح الباز وأستاذ محمد أبو الوفا. أرحب بضيوفي. أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ إيهاب، يعني أنا مبسوطة جدا إن في نماذج مشرفة زي حضراتكم بتسعى إن هي تغير وتطور في مدينتهم، وخصوصا طبعا حضراتكم من محافظة الأهلية وبالأخص منطقة أشمون الرمان. بالظبط كده. أيوة. كلمني شوية عن أشمون الرمان يا أستاذ إيهاب. والله أشمون الرمان بلد لها تاريخ، بلد خرجت علماء، خرجت كوادر في كل المجالات، فأنا حابب إن أنا أخصها برضو بالذكر من خلال حوارنا. تمام. هو أكيد طبعا معانا فيديو، أنا مبسوطة جدا إن في شباب بتحاول ان هي تطور في منطقتهم او في بلدهم بحيث ان يكون في حاجه ايجابيه، وخصوصا النتائج اللي هي بتتعرض على السوشيال ميديا سواء كانت بقى احداث او يعني دايما، عشان برضو كلامي يبقى واضح للمشاهدين، دايما السوشيال ميديا لما بتعرض او بمشاركات اللي فيها عن الطاقة السلبية سواء كانت بقى حوادث او الكلام ده كله. ولكن انا شفت ولمست ان في الائتلاف الخاص بحضراتكم اللي هو ائتلاف مركز أشمون، بالظبط كده، لقيت فيه طاقة ايجابية من جميع الشباب الاعضاء فيها. ممكن حضرتك تكلمني عن دور السوشيال ميديا وايه رأي حضرتك اذا كانت بتكون بتدي السلبية اكتر ولا الايجابية اكتر؟ والله كل حاجة هي لها سلاح ذو حدين، يعني زي السكينة مثلا احنا ممكن نستخدمها في المطبخ، ممكن شخص تاني يستخدمها ان هو مثلا يموت بها حد، فهي على حسب استخدام كل واحد. اما بالنسبة للسوشيال ميديا فانا شايف ان هي كلها ايجابيات، يعني حتى السلبيات بتاعتها بتكون سلبيات بسيطه جدا. الانترنت بصفه عامه جعل من العالم يعني قريه صغيره، يعني عاد في تواصل، عاد ممكن يكون في تسويق الكتروني، ممكن تتواصل مع اي حد في اي وقت، ممكن تتواصل مع مجموعه من الاشخاص في نفس الوقت، فكلها ايجابيات. يعني انا شايف ان كل ما يخص الانترنت عامه كله ايجابيات. السلبيات هو بتبقى حتة مثلا العزلة بس شوية، ممكن ان يكون فيها مثلا نشر اشاعات، انما في غير ذلك هي حتى السلبيات بتبقى مننا احنا، بترجع للشخص المستخدم نفسه. بالظبط كده. طيب استاذ ايهاب، ثواني استاذ محمد، الفيديو جاهز بعد اذنك؟ طيب استاذ ايهاب، ارجع تاني لموضوع السوشيال ميديا قبل ما الفيديو يجهز معانا. دلوقتي انا بلاحظ ان على السوشيال ميديا دايما الاحداث السيئه السلبيه اللي بتدي طاقه سلبيه بتخلي الناس بحكم طبعا التواصل الاجتماعي ان ده صديق عند ده وده صديق عند ده، فبيخلي الطاقه السلبيه تعم. فحضرتك شايف ان احنا عشان نلغي الحته دي او ان يكون الجانب الايجابي اكتر، هل حضرتك شايف ان عرضنا للايجابيات بكثره، يعني مثلا زي حضرتك زي استاذ محمد زي فلانه زي استاذه ياسمين وهكذا، لما ناخد ده ونحاول نعرضه للجميع حتى بالتكرار عشان يبقى فيه ايجابيه، ده افضل؟ افضل. وفي توعيه للشباب، يعني المفروض كل حد يقوم بدوره انه يكون في توعيه للشباب للعمل الجماعي، تكون برضو مثلا ما يبقاش في صفحة وهمية على السوشيال ميديا، يعني تبقى مثلا زي أرقام التليفونات العشوائية إن هي تحد شوية من الموضوع. طيب جات لحضرتك إزاي فكرة الائتلاف؟ والله والأستاذ محمد أبو الوفا أشار عليا بفكرة الائتلاف، فأنا رحبت بالفكرة وبدأنا. كانت الموضوع يعني هي عبارة عن مجموعة أو صفحة عادية زي أي مجموعة على الإنترنت، بس اللي أنا يعني لاحظته يعني في خلال فترة بسيطة
ان انا لقيت في تفاعلات، في ناس من اول ما احنا بدأنا حتى الصفحة موجودين معانا متفاعلين معانا، ومن كل الاعمار يعني، ما مش حتى مثلا من الشباب بس، لا من الاعمار كلها، وفي تفاعل يعني يدوك طاقة ايجابية ان انت تعملي حاجة، حسيت فيهم ان في حاجة يعني احنا نقدر نعمل. فانا كان في البداية كلها افكار طبعا شباب حماس، كلها افكار عايزين بقى الحياة الوردية وعايزين يخلوا من اشمون جنة وبسرعة فاني وده ممكن يا استاذ ايهاب، اكيد طبعا بقوتهم وعزيمتهم اكيد يقدروا يعملوا ده. بس احنا كنا محتاجين ميزانية دولة يعني، انت عشان الاحلام الوردية دي تتنفذ على ارض الواقع انت محتاجة كتير. احنا الصفحة كان عبارة عن دعم معنوي في البداية، فما فيش تجاوب ان احنا مثلا نعمل حاجة، فانا بدرت بفكرة ان احنا ليه مثلا ما نعملش حاجة بسيطة على ارض الواقع، وتبقى حافز للشباب ان احنا مثلا نختار من على الصفحة مشروع صغير او مشروع بسيط ونبتدي ننفذه قدام الشباب، فيكون حافز ليهم ودافع ان هم يتحركوا. وفعلا قعدنا فكرنا في اكتر من حاجه، ولجأنا بقى بدأنا ندور في البلد مثلا عن مشاكل البلد داخل المدارس، فكرنا في مشروع الإنارة في البلد اللي كشافات ما فيش صيانة لا ما ده فيش. هو احنا لو ما شاء الله هنشوف على موضوع الانجازات والتطورات والمشاريع اللي انتوا بتتكلموا ان انتوا بتعملوها في اشمون الرمان، لا يعني هي حاجة رهيبة وحاجة جميلة جدا، وان شاء الله في منها اللي تنفذ على ارض الواقع وفي منها اللي لسه انتوا في طريقكم ليه. بس استاذن حضراتكم مشاهديني الاعزاء، اطلع فاصل وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا دي كانت نبذة بسيطة عن منطقة أشمون الرمان. أستاذ إيهاب، زي ما قلت قبل ما نطلع الفاصل، كلمني عن موضوع المدرسة اللي حضراتكم، أنا طبعا دي قريتها على الجروب أو الائتلاف، إن كانت المفروض المدرسة دي قايمة للسقوط، كلمني حضرتك عنها أكتر. والله المدرسة دي المفروض إن هي كان يجي لها قرار إزالة من 10 سنين، فما فيش حد من المسؤولين، ما فيش اهتمام، ما فيش أصلا خدمات حتى في أشمون. فإحنا في الفترة اللي إحنا حاولنا نشتغل فيها أو يكون للشباب دور فيها، بدأنا نسعى وبدأنا نودي يعني حتى في ملفات غير المدرسة، الشارع المؤدي للمدرسة نفسه لمجمع المدارس، فكان في اجتماع في المدرسة في الفترة الأخيرة، وكان أستاذ مصباح الشحات اللي مسؤول عن ملف المدرسة، فتواصل معانا إن مثلا المدرسة قال إن هي معلش تتحمل أكتر من كده، وبدأ ينشر على صفحته الصور اللي أنا بعتها لحضراتكم، وإحنا بدورنا قمنا بنشرها. كانت مفاجأة بالنسبة لنا برضو، لأن إحنا لقينا إن المسؤولين كلهم اتحركوا. وأنا بوجه الشكر لمحافظ الدقهلية الدكتور كمال شاوبرم، ووكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف، مديرية التعليم في الكرنس الأستاذ صلاح أبو العلي، اتحركوا متشكلة لجنة هندسية وبدأوا الشغل في المدرسة وعينوا المدرسة، وفعلا تم إغلاق المدرسة. والجميل في الموضوع، ويعني دي اللي مثلا بيخلي أشمون مختلفة عن أي بلد تانية، إن القرار مفاجئ، يعني إن الطلبة بتوع الإعدادي هيتنقلوا مدرسة تانية اللي هي مدرسة السيد متولي. في أقل من ساعتين كانت المدرسة مهيئة للطلبة، كانت كل حاجة محلولة. فإحنا بس عايزين زي ما القرار طلع بسرعة برضو للمدرسة وإن تم إغلاقها بسرعة، إن إحنا ما نرجعش نجري ورا الملف ده تاني، يعني يبقى في برضه سرعة منهم إن إحنا إزالة، يجي لها قرار الإزالة وترجع تشتغل تاني، يعني يبقى الوقت مش مؤقت، يعني عايزين الوضع يبقى مؤقت للطلبة في وهم الابتدائي. بدأوا بالفعل خلاص، يعني بدأوا إن هم يعدلوا المدرسة وكل حاجة. أيوة الطلبة اتنقلوا خلاص، ويعني إحنا بس على إحنا عايزين قرار الإزالة للمدرسة. يعني حاجة يعني لمشاهدينا حاجة كويسة جدا ان يبقى في مسؤولين قايمين بشغلهم في منطقة أشمون الرمان او غيرها، ده بيدي دفعة للشباب نفسها ان هي لما تلاقي المسؤولين بيدوا ايجابيات للشباب ان هي تشتغل، فده بيخلي الشباب تقف وراهم وتساندهم في اللي المفروض يتقدم ان هو يتعمل، صح كده؟ تمام. طيب معانا تليفون، معانا استاذ سيد حمدي من الدقهلية، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا سيادة القبطان، اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله تمام يا فندم، الحمد لله. انا مبسوط جدا انا بشارك مع حضرتك النهارده. ربنا يكرمك. انا طبعا اللي مبسوطه اللي معايا الاستاذ ايهاب، استاذ محمد من منطقه حضرتك. كلمني عن الانجازات اللي هم قايمين بيها الفتره دي. والله يا فندم انا برضو عايز اشكر حضرتك على ان انت استضفتي النهارده شباب فعلا واعي، شباب عنده حماس قوي جدا ان هو يعمل حاجه لبلده، مش مستني ان هو النهارده ينتظر اي قرار من مسؤول، ده بالعكس بيتحرك له وبيتحرك باجتهاد ذاتي من عنده، بيحاول يشارك بقدر استطاعته على ان هو يعمل تنميه في بلده. أكيد. وانا كان ليا دور معاهم فعال، ان احنا كنا في فتره من الفترات قدرنا نعمل حاجه ولو كانت بسيطه ولكن كانت لها مردود قوي جدا. الشباب اللي عند حضرتك ده شباب انا بشكرهم، ويا ريت يبقوا النهارده ان شاء الله قدوه لكل شباب مصر، ان الناس دي تتحرك بجديه وتتحرك بشكل كويس جدا عشان يعملوا حاجه للبلد. اكيد اتمنى. الست القبطان يعني دي حضراتكم نماذج مشرفه، وزي ما حضرتك بتقول حضرتك معاهم من ضمن الائتلاف. اكيد طبعا. ايوه يا فندم طبعا انا عضو عامل في الائتلاف، وليا الشرف طبعا ان انا معاهم موجود في المجموعه بتاعتهم. واحنا لينا الشرف ان انا بقدم حلقه زي كده للشباب، تكون طاقه ايجابيه في كل المحافظات او لشباب كل المحافظات، ان هم يبداوا ياخدوا طاقه ايجابيه او ياخدوا خطوه ايجابيه نحو التغيير الافضل ان شاء الله. حابب حضرتك تقول اي حاجه للاستاذ ايهاب او استاذ محمد يا ست القبطان؟ انا عايز اقول لهم انتوا ماشيين صح، استاذ محمد والاستاذ ايهاب والمجموعه الكامله، حتى لو ما كانش فيهم حد موجود هم مجموعه كبيره جدا. عايز اقول لكم انتوا ماشيين صح. لو لقيتوا اي صعوبات تحدي للصعوبات دي هيبقى اكبر دليل ان شاء الله لتقدم افضل. احنا معاكم للنهايه، توكلوا على الله وان شاء الله بامر الله نشوف ديكمس ومركز ديكمس بالكامل، ونشوف اشكون الرمان في صوره احسن واحسن الفتره اللي جايه. تمنيات البرنامج وفريق البرنامج لكم بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ سيد. شرفني اتصالك. استاذ ايهاب، نرجع تاني لموضوع المدرسه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، اتفضل. انا وضع المدرسه احنا كل اللي احنا محتاجينه هو في الاول وفي الاخر هيجي لها قرار ازاله. فانا بنشي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه عن الطفره اللي حاصله الوقت في المحافظه في كل المجالات، حتى مدارس اشمون نفسها كلها حصل فيها تغيير. يعني اللي عامل فيها نفسه عتقائد، يعني شغل في اشمون بصراحه حاجه تشرف. فانا بناشد المسؤولين بس ان موضوع المدرسه وفي طريق المؤدي للمدرسه، يعني ده طريق عمومي. الطريق مؤدي للمقابر اللي هو الطريق اللي كان فيه الكسر ده، ايوه، اللي هو واصل للمدارس، لمجمع المدارس، وواصل للمقابر، وواصل للمستشفى، يعني واخد خطوة حيوية في المنطقة. في المنطقة يعني هو طريق أساسي، الطريق الرئيسي اللي مودي لمجمع المدارس. تمام. الملف بتاع الطريق ده احنا بنتوارثه، يعني دي بتتوارثه الأجيال في أشمون الرمان. يعني من 2008 جه قرار في 2010 إن هم هيتم الرصد. البلد فرحت وكانت ده بالنسبة لنا حلم إن هو يتعمل. معلش، هو يمكن عشان بس لسه ظروف البلد بتقوم على حيلها فلسه الخطوات، بس أهم حاجة إن في فعلا المسؤولين بيعملوا معاكوا خطوة إيجابية. تمام. مش سايبين المواضيع. طيب أستاذ محمد، بعد إذنك كلمني برضو عن الإنجازات أو أهم الإنجازات اللي خدتوها الفترة اللي فاتت أو عملتوها أنجزتوها في الفترة البسيطة دي. إحنا أول حاجة فكرنا فيها كان إحنا طبعا على دخلة الشتاء، ففكرنا ان احنا نعمل اناره لجميع الشوارع اللي موجوده في اشمون الرمان. بدانا نعمل صيانه كامله لجميع الاعمده. طيب طبعا احنا لسه ما خلصناش لحد دلوقتي. عشان ما اقطعش حضرتك مره ثانيه معايا بس اتصل عشان ما تفضلش معانا على التليفون. استاذ مصباح، الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. حضرتك من الدقهليه برضو صح؟ ايوه. اتشرفنا اتصال حضرتك. اتفضل. طبعا اول بشكرك جدا استضافتك الشباب المحترم ده. ميرسي. نموذج مشرف فعلا من شباب اشمون الرمان، الاستاذ محمد ابو وافر والاستاذ ايهاب ومجموعه كبيره جدا بيشتغلوا معاهم. تمام. منهم الاستاذ اسامه، منهم الاستاذ محمد مصطفى كامل، منهم الاستاذ طبعا الاستاذ صلاح عطيه، منهم شباب كتير جدا من اشمون الرمان، الاستاذ محمود عبد الكريم. بصراحه مجموعه كبيره جدا، حاجه تشرف بصراحه، والله حاجه تشرف. واحنا بندعمهم طبعا بورائهم، وطبعا هم قاموا يعني بصراحه بفكره ممتازه جدا وهي ائتلاف شباب اشمون الرمان. من رايي المتواضع جدا جدا ان الفكره الحمد لله اتت بثمرها في بعض المجالات. هنا يعني هم بصراحه نماذج مشرفه بيعملوا من اجل مصلحه البلد.
متطوعين لعمل خير ومعهم الاستاذ طارق عمينان طبعا ما ننساهوش. الاستاذ طارق عمينان طبعا هو موجود في السعوديه ولكن هو الداعم الاساسي والرسمي لهم. يعني هو موجود في السعوديه وبيساعد حضراتكم من هو هناك؟ ايوه. طب والله حاجه مشرفه جدا. اتفضل. لا لا بيدعمهم وواقف جنبهم وواقف ظهرهم باستمرار عشان نكون منصفين في الكلام يعني. تمام. فطبعا بتمنى لهم التوفيق. يا رب. الاستاذ محمد ابو رضا راجل نشيط والاستاذ ايهاب نشيط ويعني بتمنى لهم التوفيق والسداد ومزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب. ان شاء الله طبعا. الشباب اشمل كله المتميزين يعني في هذا المجال. وبشكر بقى طبعا بشكر الاستاذ ايهاب وبشكر الاستاذ محمد اللي هم فتحوا الملفات اللي موجوده عند حضرتك اللي هي مدرسه اشمون رمان. طبعا انا قمت بتصويرها ونزلتها على صفحتي وكان يوم خميس فجاه يوم السبت المسلوم كلهم اتحركوا وجم عملوا اغلاق للمدرسه. يعني انتوا عملتوا اغلاق بقالكم شهر ونص اهوت فين التحرك؟ خدت بالك طبعا هم ودوهم على ايه؟ ودوهم على مدرسه الدكتور سيد الابتدائي فتره مسائيه واحنا عايزين المدرسه بقى يبقى في مسؤولين يتحركوا عنها. عايزين فيها يعني ايه؟ ما ينفعش يا ست الكل يبقى ايه مثلا دي بلد كبيره كانت عاصمه الدهريه في يوم من الايام ما ينفعش يبقى في مركز شباب دي نمره واحد يعني نمره واحد ما ينفعش جاي لها الدكتور مكرم جاب لها قرار ازاله بقى له الوقت اكثر من يعني بقاله سنه ونص دكتور يعني قرار ازاله موجود بقاله سنه ونص دون جدل دون تحرك اي مسؤول سواء في المنصوره سواء في مصر سواء في اي حاجه وعملنا ورق كتير وصورنا ورق كتير ورحنا وجينا مفيش فايده. بص يا استاذ مصباح اكيد اكيد يعني التطور ما بيبقاش في يوم وليله ان احنا عايزين نطور هيبقى الصبح هندور لا اكيد المسؤولين لازم يشوفوا برضو شغلهم ان شاء الله اكيد هيبصوا وراكم ورا الشباب واكيد حضرتك نسيت اسماء كتير من الشباب اللي واقفه وراكم وطبعا احنا بنتمنى من المسؤولين ان هي تاخد خطوه ايجابيه سريعه نحو التغيير عشان خاطر الشباب نفسها تاخد تحفيز ان هي لما تحب تغير بتلاقي المسؤولين واقفين وراهم. طبعا شرفني اتصالك يا استاذ مصباح وارجع تاني بعد اذنك يا استاذ محمد يا ريت الصور كلمني استاذ محمد عن الانجازات لاني باقي دقايق على الختام. احنا اول حاجه عملناها اناره الشوارع طبعا دي كانت الاستاذ طارق عبد المنعم محمد عطيه موجود في المملكه العربيه السعوديه هو اول من تكفل بموضوع اناره الشوارع كل الشوارع المظلمه تقريبا بدانا فيها فاضل حاجات بسيطه ان شاء الله ونخلص ولكن المجلس هو بس عاتلنا يوم واحد بس في الاسبوع هو دي المشكله قدامنا عشان دي بتطول المده قدامنا شويه. الغرامات وتسديد الشيكات يعني الناس اللي هم يعني واخدين قروض وكده احنا بدانا بردك نتصل بناس بردك زي طارق عبد المنعم وغيره عشان يرجعوا والقبطان سيد حمدي بحيث ان هم يسددوا لهم اللي هم متعسرين في السداد. تمام. يعني واخدين شيكات او بيجوزوا ولادهم عندهم حاله ماديه بيجوزوا ولادهم احنا عندنا الناس يعني بسيطه. تمام. فبيجوزوا ولادهم وبدانا نسدد لهم بردك لمجموعه كبيره بدأنا برضك في احتياجات المدارس دي كان القبطان سيد حمدي تواصلنا مع مجلس الأمناء بتاع المدارس واجتمعنا بيهم وعرفنا هم عاوزين ايه بالظبط بدأ القبطان لما اتصلنا بيه نفذ في 24 ساعة يعني ما خدش وقت 24 ساعة وكان كل حاجة موجودة طباعة وتصوير وكراسي وترابيزات ومراوح جميع الاحتياجات بتاعة المدارس كان القبطان كان هو المتكفل بها بالكامل ما شاء الله. برضك كان في حالات إنسانية برضك عملناها اشتغلنا عليها برضك وفي مصالح شخصيه برضك اشتغلنا عليها. طيب وحضرتك تمام. حضرتك شايف من ده او استاذ ايهاب مثلا شايف من ده ايه متطلباتكم الفتره القادمه عشان هنختم حلقتنا؟ احنا عايزين بس المسؤولين يدونا فرصه ان احنا نشتغل يعني موضوع النظافه في اشمون الوحده المحليه متكتفه بس معلش السؤال يا استاذ ايهاب هل المسؤولين حضرتك دلوقتي ذكرتوا ان المسؤولين بيقفوا وراكوا وبيشجعوا وبيسعوا لده تمام في مسؤولين متعثره ان هي تساعد في روتين يعني احنا عايزين ناخد النظافه بتاعت اشمون خاصه لينا احنا يعني احنا نساعد احنا ناخدها احنا ففي شروط وفي بنود محدش قادر يغيرها ان احنا لازم نبقى تحت مظله قانونيه لازم نبقى تحت جمعيه المجلس متهالك وهو مش قادر واحنا عاوزين نساعده. طيب احنا للاسف يعني وقت حلقتي خلص و ان شاء الله يكون لنا حلقه ثانيه ان شاء الله يكون حلقات كتير باذن الله ونعرض فيها الانجازات وبقيه الانجازات اللي حضراتكم ماشيين فيها واتمنى من المسؤولين ان هي تاخد اتخاذ سريع نحو التغيير الافضل عشان الشباب تشجع بعض ولما يكون محافظه تشوف شباب محافظه ثانيه بيتحركوا نبدا جميع المحافظات او شباب جميع المحافظات تبدا تتحرك للافضل باذن الله. طبعا اشكر فريق عمل واشكر كل من عاملين في قناه الصحه والجمال اشكركم جميعا مشاهديني والى اللقاء في الحلقه القادمه.